السلام عليكم جميعا. بالفيديو السابق حكينا عن الاوفر تيرنينج مومنتس الخاصين بالسيزميك فورسز، راح احط اللينك بالديسكريبشن. بهالفيديو راح احكي عن البي دلتا افكتس، راح احكي عن الشروط اللي بيسمح لنا من خلال الكود نهمل تاثيرات البي دلتا على المنشأة اللي معنا، وفي حال يعني ما قطع المبنى اللي معنا عن شروط الكود كيف ندخل تأثيرات البي دلتا على الموديل الاي تابز اللي عم نشتغل عليه. بالنسبة للبي دلتا افكتس راح اعطي هالمثال البسيط. لنفرض انه عنا العنصر او عمود عليه حمل الرأسي بي، راح يضربوا الحمل الجانبي اي. نتيجة عن هالحمل الجانبي راح يصير عنا displacement بالعنصر، راح ينتج عن هالdisplacement مسافة بين مركز البي القديم والمركز البي الجديد، يعني حيصير عنا مسافة بين مركز البي ومركز العمود. راح ينتج عن هالمسافة اللي هي الدلتا مومنت اللي هي بي ضرب الدلتا، راح ينتج عن هالمومنت displacement عن جديد، راح يزيد المسافة بين البي مركز البي ومركز العمود، راح تزيد الدلتا، راح يضل عنا هالافكتس على العمود لحد ما يصير تقريبا الافكت الجديد بيساوي زيرو. طيب اذا كان عنا هالافكت كتير بسيط، في عنا طريقة لنشيك اذا هالافكت كتير بسيط بيسمح لنا الكود نهمله. هلا بنشوف امتى بيسمح لنا الكود نهمله، امتى بنجبر ندخله بالايتابس، وطريقة الادخال في دلتا افكتس بالايتابس. اذا بنروح بالكود على السكشن 1630.1 البي دلتا افكت فينا نهملها need not to be considered في حال الجرافيتي لود ضرب الستوري displacement على السيزميك شير ضرب الستوري هايت اصغر من 0.1. يعني اذا بنعمل هل الفورمولا بيطلع عنا النتيجة اصغر من 0.1 فينا نحن نهمل تأثير بي دلتا افكت، ما ندخل تأثير بي دلتا افكت. هالقاعدة يعني اختصار لهالقاعدة بي ضرب دلتا اس اللي هي الجرافيتي لود ضرب الدلتا اس على الفي اكس اللي هو الشير عند الستوري، الاكس من الاتجاه الاكس يعني عند الستوري، ضرب ارتفاع الطابق لازم يكون اصغر من 0.1 لحتى نقدر need not to be considered ال P delta effect. للزون 3 والزون 4 في عنا تشيك غير، لازم نشيك الكود بس نحنا بمنطقتنا بكفي هالتشيك. طيب ال P اللي هي الاحمال الرأسية، الكود موضح انه الاحمال الرأسية موجودة بالفقرة 1630. بحالتنا نحن ما عندنا سنو، بحالتنا البي هي الديد والديد سوبر واللايف، يعني نحن بنعمل لود كومبينيشن بتجمع الاحمال الرئيسيه ديد ديد سوبر ولايف. ودلتا اس نحن فينا بالايتابز نطلع الستوري، بنطلع الديسبيسمنت، بنقص كل ستوري من ستوري اللي تحته الديسبيسمنت اللي تحته، وفي الارتفاع الطابق معنا يا بالايتابس فينا نطلعه، او نحن من لما دخلنا الارتفاعات نعرف ارتفاع كل طابق. بالايتابس 2016 فينا نطلع هالنسبة من الستوري دريفت اللي هو ستوري دريفت ريشيو، نحن فينا نطلع هالنسبة باختصار. يعني بيصير عنا نحن بيصير عنا لكل طابق نطلع البي ضرب الستوري دريفت ريشيو ضرب اسمه الفي اكس. طيب يعني نحن عنا باختصار الناتج عن هالكومبينيشن ضرب الستوري دريفت ريشيو على الفي اكس عند كل طابق لازم يكون اصغر من 0.1 لحتى نقدر نهمل تأثير بي دلتا افكت. يعني نحن اول خطوة لازم نعملها لازم نعرف هاللود كومبينيشن اللي بتجمع الديد مع اللايف. بنروح على الايتابز define، حتى لو عاملين run نروح define load combinations، نعمل add new، انا عرفتها modify، نحط الاسم اللي بدنا اياه مسماه sdl، نجمع فيها dead مع dead مع dead super مع live، نعمل okay. تاني خطوة بكل بساطة بطلع ال p اللي هي gravity load اللي هلا عرفنا ال load combination بتجمع الجرافيتي لودز اللي عنا. يعني انا بدي اروح طلع البي من هاللود كومبينيشن، بروح على الاي تابز
tables, results, analysis, results, structure, results, story forces. وبختار بختار load combination SDL اللي هلا عرفناها. فين نعمل من التوب او البوتوم؟ الاضمن او اللي بيعطي نتائج اكبر طبعا بالبوتوم. وباخد الخانات اللي محتاجها، انا محتاج البي والستوري، هذا بمحي هالخانات بالاكسل. تاني خطوة بدنا نطلع الفي بكل طوابق، الاكس هون بتدل على انه بدنا نطلعها بكل طوابق، بالاكس دايركشن بالواي دايركشن. الفي بنطلعها من اللي نحنا من اللود باترن اللي عرفناه اي كيو دريفت. بهالكود موضحين، شفنا بفيديو التشيك اللي عملنا فيه تشيك على الديسبليسمنت، موضح الكود نحنا فينا ناخد الديسبليسمنت من الاي كيو دريفت. وبالكود الجديد موضح بشكل اوضح انه نحنا فينا ناخد الدريفت او فينا ناخد الديسبليسمنت من بدون ليمت على التي وعلى الفي. فنحنا هون رح ناخدها من الاي كيو دريفت، فالفي رح ناخدها من الاي كيو دريفت، والستوري دريفت رح ناخده او الديسبليسمنت رح ناخدها من الستوري دريفت. لنطلع الفي عنا نحنا هون ست حالات، رح نشوف رح نلاحظ انه نفس الشيء من نفس التيبل ستوري فورسز. بنروح على الاي كيو، كتير مهم ننتبه اي كيو دريفت 1 بالاكس دايركشن 1 و 3 و 5. راح نلاحظ انه الفي اكس متساويين بال 1 وال 3 وال 3 وال 5، يعني ناخذها باي حاله من هالحالات ونعممها على ثلاث حالات، بس راح تختلف عن اتجاه واي. فهلا بناخذ الفي اكس الفي اكس اخذناه لحالات الاكس، راح نطلع الفي واي، نختار اي حالة من حالات الاي كيو 2 او اي كيو واي مثل ما بنشوف مختلفين بين الاتجاهين. طلعنا البي من الكومبينيشن اس دي ال، طلعنا الفي على حالات الواي والاكس، حالات الاكس والواي. بدنا نطلع الستوري دريفت، فينا قلنا نطلعها بطريقه الديسبليسمنت على الستوري هايت، بيطلع لنا نفس الجواب. انا راح استعمل طريقه الستوري دريفت ريشيو من الاي تابز، بروح ديسبليسمنت، بروح على الستوري دريفتس. كتير مهم نتأكد انه اي كيو دريفت مش اي كيو عادي، يعني اي كيو دريفت اللي معرفينها سايزميك دريفت. بدنا نعرف على ست حالات، فانا رح سرع الفيديو. يعني طلعنا البي، طلعنا الفي بالاكس وبالواي، وطلعنا الدريفت على الست حالات، وباقي نضرب البي بالدريفت نقسم على الفي بنفس القاعده اللي حكينا عنها، بس بدل دلتا اس على الاتش اس طلعنا الدريفت، الدريفت بالايتابز اللي هو الدريفت ريشيو. باقي نضرب البي بالدريفت على الفي ونتاكد اذا اصغر من 0.1. راح اضرب البي ضرب الدريفت على الفي ونتأكد اذا اصغر او يساوي 0.1 بيكون التشيك. فينا نهمل ال بي دلتا افكت بهال الاي كيو دريفت 1 طلع اصغر من 0.1. رح نعمل هالتشيك على كل الحالات، نتأكد اذا في شي حالة اصغر. فينا هون نحط equal if اصغر من 0.1، نحط لنا هو اوكي، بس بما انه واضحة منشيك اذا عنا شي اكبر من 0.1، يعني نحن لازم ناخد بعين الاعتبار ال p delta effect. بس اجمالا ب مبنى مثل المبنى اللي معنا وبالارتفاع اللي معنا ما راح يكون في داعي ناخذ البي دلتا افكت.
مثل ما شفنا بالست حالات ما عندنا شيء فوق 0.1، ما عندنا شيء اكبر من 0.1. يعني نحن فينا نهمل البي دلتا افكت لما نعمل، اذا عملنا هون ايكوال اف اكبر من 0.1 حط لنا اوكي، او اذا اصغر من 0.1 حط لنا اوكي. ننتبه على الاشاره لانه هون نحن عندنا الفي بالماينس، فنحن هون لازم ننتبه. عشان هيك الافضل نشيك بالنظر اذا عندنا بس هالست حالات. ونحن بالنسبه للمبنى اللي معنا فينا نهمل البي دلتا افكتس. طيب في حال طلع عنا قيمة اكبر من 0.1، يعني نحن اضطرينا ندخل البي دلتا افكتس معنا بالمنشأة. بكل بساطة بالاي تابز بنفك الرن، نعمل ديفاين بي دلتا اوبشنز. اذا بنروح على موقع البرنامج بنلاقي بالنولج بيز بنلاقي اي تابز في عم يحكي عن البي دلتا، بنشوف بيكون عم يحكي عن البي دلتا. موجود هالخيارين اللي معنا، بموضح انه اول خيار شوي تقريبي اكتر واسرع واخف على البرنامج، بس مثل ما قلت في حالات بيكون فيها تقريبي الخيار التاني اداء، وفي حالات بيكون منه دقيق بالنسبة للباكلينج. نحن رح ناخد الخيار التاني. كمان بالموقع موضح الموقع انه نحن هون لازم ندخل اللود كومبينيشنز. موضح مثال الشركة، موضح مثال انه بياخدوا الكومبينيشن الداخل فيها اللاترال لود الاخطر، يعني الكومبينيشن الاخطر اللي فيها اللاترال لود. نحن اذا بنروح على الكومبينيشنز اللي معنا بنلاحظ انه اخطر كومبينيشن فيها اللاترال لود راح تكون هاللود كومبينيشن اللي هي المضروبة ب 1.1، وفي ال 1.2 اللي هو الفاكتور اللي للديد مجموع للفاكتور الاي في. اي في فينا نشوفها بالفيديوهات السابقة. يعني نحن بيطلع معنا الجواب راح نشوفه هون. اذا بنشوف باللود كومبينيشنز بنفس اللود كومبينيشن اللي حكينا عنه، نعمل موديفاي بيطلع عنا للديد 1.45 وللديد سوبر، وبيطلع لنا لللايف 0.55. فمنروح لنا ديفاين بي دلتا التاني خيار، مندخل نحط الديد، مندخل الفاكتور اللي معنا، بنعمل اد للديد سوبر ولللايف، بنعمل اوكي وبنعمل رن، بيكون دخل معنا البي دلتا افكت بالمنشأة اللي معنا. وهذا كل شيء لهالفيديو.